قليل اليوم مع أجواء تخللتها روح المنافسة والمثابرة على التعلم والتدريب وغرس بذور الجد والاجتهاد ليكون القطاف عقول مثمرة وكفاءات وضعت أولى أحجار الأساس أو وضعت أولى أحجار الأسار أساس لبناء المستقبل والمجتمع على قواعد معرفية ليثبت للعالم أجمع أن سوريا قوية بأبنائها وبعلمهم ومعرفتهم. أكيد زينب، وبهدف رفع مستوى الوعي الفكري والمعلوماتي وتطوير الكفاءة والقدرات المعرفية والتدريبية لموظفي جامعة دمشق وطلبة جامعة دمشق وتحت رعاية قيادة فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، أقامت الشعبة الرابعة حفل تخريج دورة قيادة الحاسوب والتواصل الإلكتروني وأمن المعلومات. لا نحكي أكثر عن هيدا الدورة، بيسعدنا نرحب بمسؤول لجنة الشباب في الشعبة الرابعة ومدرب في الدورة المهندس جعفر محمد. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم، صباح الخير لسمو جيشنا العربي السوري بألف خير وقائدنا بألف خير. أكيد يا جعفر، بدك تحكي لنا عن أجواء الدورة، كيف كان حفل تخريج الطلاب، خاصة أنه مثل ما حكينا بالمقدمة أنه هي تعتمد على طبعا العقول المثمرة والكفاءات. تمام، أجواء الحفلة كانت مشوقة جدا. تعرفي بعد ما عملوا الطلاب الامتحانات الخاصة بالدورة كانوا متشوقين ليعرفوا نتيجتهم، واللي زاد الحماس أكثر هو حضور رئيس جامعة دمشق وأعضاء قيادة فرع جامعة دمشق. تخللتها توزيع للشهادات وتكريم لأعضاء قيادة جامعة دمشق ورئيس جامعة دمشق اللي لهم الفضل الأكبر بإقامة مثل هيك دورات. نعم جعفر، يعني خلينا نحكي عن المشاركين، عن عدد هالمشاركين بالدورة وشو شملت هيدي الدورة؟ طبعا. لا، عدد المشاركين كان 61 موظف وطلاب جامعة دمشق. شملت مثل ما قلت بالبداية انه هي برامج مكتبية بتساعد موظفين جامعة دمشق بالعمل الإداري، إضافة للتواصل الإلكتروني بحيث يواكبوا التطور خلال هذا العصر، وشلون وأخذوا فكرة عن أمن المعلومات مشان يحموا برامجهم والشغلات اللي بيسووها ضمن القسم تبعهم من أي فيروس، من أي اعتداء إلكتروني ثاني. زميلتنا لينا شايبون كانت متواجدة معكم وقالت لنا أجواء أيضا هالدورة وتخريج الطلاب، بنتابع وبنرجع بنكفي حديثنا. هذا حقيقة يعتبر عمل إبداعي متميز، مشكورة الشعبة الرابعة في فرع جامعة دمشق على القيام به، لأن هذا العمل أو نتاج هذا العمل له ترجمات على أرض الواقع فيما يخص الأعمال التدريسية، الأعمال الأكاديمية. هذه الدورة طبعا تخرج منها 42 طالب، هذا يأتي ضمن برنامج الذي يقوم به رئاسة الجامعة مع قيادة الفرع ضمن المشروع الذي أطلقه سيد الوطن سيد الرئيس بشار الأسد حول الإصلاح الإداري. لذلك لابد من كوادر تعلم وتعرف كيف تتعامل مع الحاسوب. هذه الدورة ضمن سلسلة دورات إن شاء الله في القريب العاجل ستقوم بها قيادة الفرع بالتعاون مع رئاسة الجامعة. هذه الدورة قد تكون العاشرة التي قمنا بها خلال عام، دورة قيادة الحاسب الآلي ودورة أمن المعلومات انتسب إليها بحدود 100 منتسب إلى هذه الدورة من طلاب جامعة دمشق ممن يهتمون بمثل هكذا دورات. وقبلها قمنا بدورات فلكية ودورات جي بي إس ودورات أيضا تخصصية في علوم الطب والصيدلة. أيضا هذه الدورات تدفع رسوم رمزية قد لا تصل إلى 2000 ليرة سورية يدفعها المنتسب لقاء انتسابه إلى هذه الدورة، ويعود ريعها كما ذكرت لصالح صندوق الشهداء في جامعة دمشق. هلا هي الدورة فادتنا كثير، عرفتنا على برامج على الكمبيوتر احنا ما كنا بنعرفها، اكسس والاكسل والوورد، وحسينا انه كثير استفدنا يعني، وصار معنا شهادة فيها انه اي شركة او اي شيء انه بيقبلنا اذا انه بده دورة كمبيوتر. كانت دورة كثير منيحة، تعلمنا منها كثير شغلات. اول شيء فتنا بالبداية ما بنعرف شيء، فعلا انا عم بحكي كتجربة، انا فتت ما بعرف شيء صراحة. تعلمت على برنامجين الحمد لله وعملنا فحص فيهم وكانت النتيجة كثير منيحة، طبعا غير الاصدقاء اللي تعرفنا عليهم والايام الحلوة اللي عشناها. هي غنى بالمعلومات كمعلوماتية، يعني نحن انه شغلنا على الكمبيوتر بس انه اكسل واكسس انه زياده معلومات، انه يعني
اجتنا كموظفين داعم منيح لشغلنا لزيادة التطور لنا نحن كموظفين جامعة، طلاب، برامج، هيك شيء. يعني جعفر، بعد ما تابعنا المادة اللي رصدتها زميلتنا لينا، خلينا نحكي عن الهدف من إقامة هيك دورات بظل هيدا الظروف. هلأ من بداية الأزمة، فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي تميز بفعالياته النوعية والمميزة اللي كان هدفها رفع مستوى الفكر والوعي لدى الموظفين والعاملين بجامعة دمشق وطلبة جامعة دمشق. ومثل هاي الدورات، هي خصوصا هاي الدورات تعتبر نواة للإصلاح الإداري ضمن الإطار اللي حكى فيه السيد الرئيس مؤخرا. طبعا نحن مكملين بهي السلسلة من الدورات، هي كانت جزء أول بس لحتى هاي أول دورة لكم هالسنة؟ لا هلا هي الدورة رقم 10 خلال السنة، لكن ضمن إطار الإصلاح الإداري كانت هي أول دورة. فكرة الدورة اجت من واقع المؤسسات الحكومية ضمن جامعة دمشق. بتعرفوا لما الموظفين ما بيكونوا بيتمتعوا بالكفاءة العالية لحتى يتعاملوا ضمن قسمهم مع البرامج الحاسوبية، هذا الشيء بيعمل خلل إداري. لأعطيكي مثال، مثلا هلأ بعنا بقسم الامتحانات أو بشؤون الطلاب، لما بيجي ضغط عليهم شغل ومضطرين مثلا يطلعوا علامات الطلاب بأسرع وقت وما عندهم هاي الخبرة الكافية أو الكفاءة لحتى يتعاون مع برامج الحاسوب، هذا الشيء مع الوقت عم يخلق تذمر لدى الموظفين وبطء بالعملية الإدارية، وهذا الشيء حينعكس كمان على الطلاب. فكان من واجبنا نحن أنه نبلش بالخلية الأساسية لأي مؤسسة واللي هي الموظف، ونطورها ونسلحها بهي الكفاءة العالية. قد ايه كان عدد المشاركين بهي الدورة وشو البرامج اللي قدمتوا لهم اياها؟ تمام، هلا عدد المشاركين اللي انتسبوا طواعية للدورة كان 61 طالب. كان في رسم اشتراك بسيط جدا يعود ريعه لصندوق شهداء جامعة دمشق. بالجزء الأول من هي الدورة، قيادة الحاسب والتواصل الإلكتروني وأمن المعلومات، تعلموا فيها برنامج الأكسس والإكسل متقدم، أخذوا فيها معلومات متقدمة بتسهل عليهم العملية الإدارية بشكل عام بأقسامهم. إضافة لهالشيء تعلموا أصول التواصل الإلكتروني بين الأقسام، وأيضا أمن المعلومات، إلا في بداية الحديث أنه شلون يحموا معلوماتهم على حواسهم الشخصية. تمام. يعني جعفر، خلينا نحكي عن تجاوب الطلاب، يعني قديش كان في تجاوب، قديش كان في روح للتعاون. كثير كان بداية أول شيء الجو غريب، إنه خلطت بين أعمار مختلفة بين موظفين وطلاب، لكن يوم عن يوم كان تجاوب والتعاون بين بعض أكبر وأحلى. كان في روح حلوة ومرحة، كان في شوق ليجوا على الدورة بشوق لحتى يتعلموا هاي المهارات الجديدة. ويوم عن يوم حسينا انه عم يصير في تكامل بين الطلاب والموظفين، يحكوا لبعض. يعني التجاوب مثل ما قلت كان، وروح التعاون موجودة، واكيد طبعاً. يعني انتم كدوركم كان دور كتير كبير بإقامة هيدي الدورات اللي بتفيد شبابنا. بدنا نتشكر كتير وجودك معنا لليوم جعفر، وبدنا نتمنى لك التوفيق. شكرا لك. ببداية بس اخيرا بدي اتشكر رئاسة جامعة دمشق وفرع جامعة قيادة فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي والشعب الرابع بشكل خاص. شكرا كثير لك. أكيد موفقين، وأيضا تحيتنا لكل رئاسة الجامعة.